وللمزيد تنضم إلينا هاتفيا المهندسة أمل مبدأ رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية. أهلا بحضرتك، ويعني عايزة أقول كل سنة وأنتم طيبين، كل عام نحتفل معا بقادرون باختلاف. أيوة يا فندم. أيوة مهندسة أمل، سمعاني حضرتك؟ مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. مهندسة أمل، يعني 5 سنوات من الاهتمام الكبير الذي تليه الدولة المصرية لقادرون باختلاف، يعني ما دلالة ذلك بالنسبة للرياضيين وذوي الهمم والقادرين باختلاف؟ هي الحقيقة دلالته مش للرياضيين بس، هي دلالته لأي قادر باختلاف في بلدنا. فدلالته إنه كل قادر باختلاف دلوقتي بيحس إن الدولة ورئيس الدولة والحكومة وشعب مصر كله في ظهره، وإن هم بقى ليهم حقوق وليهم يوم وليهم يوم بيعبروا فيه وليهم يوم بليهم مطالب، ومن غير ما يطلبوا رئيس الدولة بيرد عليهم. صحيح. كمان كل سنة بيبقى في مكتسبات جديدة، ما المكتسبات هذا العام؟ مكتسبات العام السنة دي 10 مليار اللي اتحطوا في صندوق قادرون. الرئيس الحقيقه قال كذا توصيه، بس انا للاسف يعني ما لحقتش لانه كان في دوشه في الصاله، كله عايز يطلع يتصور مع الرئيس، كنت بحاول يعني اهدي الناس فما لحقتش يعني اسمع كل التوصيات، بس كان في كذا توصيه من فخامه الرئيس يعني قالها النهارده، لازم ارجع للكلمه واشوفها، لكن اهمها موضوع تغذيه الصندوق قادرون ب 10 مليار جنيه. طبعا ده رقم كبير جدا يضاف الى الصندوق، يعني برايك كيف يمكن الاستفاده منه؟ اهم الطموحات مثلا للاتحاد المصري للرياضات للاستفاده من مكتسبات هذا العام؟ بصي، يعني اهم يعني هو هيبقى صندوق ذوي الاعاقه هيخبطوا عليه لمطالب كثيره صحيه تعليميه كده، والقائمين على الصندوق هيشوفوا ايه المناسب اللي يتصرف فيه، يبقى الاهم فالمهم، فسواء بقى في المجال الرياضي، انا عارفه ان الصندوق بيشمل كل المجالات، صحي، رياضي، تعليمي، اجتماعي، تكافل ونقد عين، يعني مساعدات عينيه ومساعدات نقديه، فاكيد كل ده هيتم يعني وضع خطه استراتيجيه لكيفيه انه الصندوق يشتغل مع القادرون باختلاف. طب من القائمين عليه يعني. اخيرا في نقطه مهمه قوي، مساله كود الاتاحه الهندسيه اللي اوصى بيه السيد الرئيس انه يكون في كل المنشات الرياضيه، يعني كيف يتم متابعه هذه التوصيه لتنفذ بالفعل في جميع المنشات الرياضيه في مصر؟ بصي، يعني اعتقد ان الرئيس لما قال كود الاتاحه في جميع المنشات وليس الرياضيه، لان انا النهارده لما اروح بنك محتاجه الاقي في كود اتاحه لو انا على كرسي. بالتاكيد. لو انا رايحه وزاره محتاجه الاقي كود اتاحه، ما اطلعش سلالم. ما 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 اركب اسانسير الاقي لو انا من اللي بيصموا الاعاقات السمعيه، الاقي حد بيعرف ده اتاحه على فكره، مش الاتاحه بس الكود الارض، فانا محتاجه كود الاتاحه يبقى موجود في كل منشات مصر كل ما نقدر، مش يعني خلينا نقول الجديد نعمله والقديم ناخده على خطط يعني. ان شاء الله كل التوفيق باذن الله، وان شاء الله يعني مزيد من المكتسبات لقادرون باختلاف. نشكر المهندسه امل مبدأ رئيس الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه.